السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أحبتي من جديد، ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. النهارده هنتكلم عن تفسير رؤية رجل أصلع في المنام. طبعا هنتكلم عن رجل سمين أو نحيف إلى آخر هذه الأمور. بداية، الصلع في المنام رؤية محمودة ليست مذمومة. فإذا رأيت في المنام رجل أصلع، وكان هذا الرجل شكله إلى حد ما مقبول، أو أنه كان جميلا، هذه الرؤية تدل على الغنى إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية المرأة المتزوجة لرجل أصلع سمين، هذه الرؤية تدل على الخير والبركة لأسرتها، ولو كان عندها هموم أو مشاكل تدل على زوال الهموم والمشاكل إن شاء الله. لو رأت المرأة المتزوجة أن زوجها أصبح سمينا وأصلعا، هذه الرؤية تشير إلى الصحة وإلى المال إن شاء الله تبارك وتعالى، لها ولزوجها إن شاء الله. المرأة الحامل حينما ترى هذا الرجل أو هذا الشخص، هذه الرؤية تدل على سلامتها وسلامة مولودها. رؤية المرأة الحامل لهذا الشخص وهو يدخل بيتها، هذه الرؤية تدل على زوال الهموم والأحزان إن شاء الله. أما بالنسبة للبنت العزباء، فهذه الرؤية تبشرها بالحظ الجيد وبالتوفيق في الحياة وبالنجاح والتفوق في الدراسة. مصافحة البنت العزباء لرجل بهذه الصفة أو بهذه المواصفات، تدل هذه الرؤية على محبة من حولها، سواء إذا كانوا أصدقاء، سواء زملاء في العمل، أو حتى من أقاربها. طيب يا جماعة، رؤية السمنة أو البدانة من شخص مليان في الجسم، هذه رؤية محمودة بتدل على البركة والخير، بتدل على الرزق، وبتدل على المال، وبتدل على النجاح. طيب لو أنا شفت ميت وهذا الميت سمين، هذه الرؤية تدل على مكانة هذا الميت العالية عند الله تبارك وتعالى في الآخرة. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.